مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Yes.
لكل أول من الأهوال مقتحم.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخطب يصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد
يا ربي صل علي وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، السلام عليك زين Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه
في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعترت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بانتراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد صلى الله عليه، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا يا لقلب حبه قد توالى بحبيب عم شوقه قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى صلى الله عليه. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. لاحظت العيون في مجدله بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من عذرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، هو النور.
يهدي الحائرين ضياؤه. تلقى منا الغيب المجرد حكمة بها أمطرا في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد واشى وشاءه إذا عشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه بحبك دائح يا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه خبري 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 Yeah.
Shall fall.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوع على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجه وقمر منيرا فما أعظم من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم أجل الصلوات وأجمعها فأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه.
تصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آل أصحاب الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بودي وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سلام 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 على أهل مكة وذاك المقام على أهل مكة وذاك المقام يا خير الحبائب.
رسول الله وصاي ولؤي بديع المجد ابن غالي تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير صلى الله عليه جمال مشهود بالعين
حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتلقن ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون. فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القتام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضئ خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت. وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى ورز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير أفكار ظهوره وبغر. فتعلقت همة الراقيم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. كانت الألسن لا تفي بمعشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام أشون خير الأنام ولكن هزني إلى أدوي تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. رأيته في الكون منشوعة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التأكل التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه.
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فتمت وأنشأوا بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول يا ربي عاشق
وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. Sidi Muhammad, Amin Qudbi, Habibi Nabi. Sidi Muhammad.
صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا ربنا صل على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب فرح من فقده حزنا صار رب حب لشوقه دمعا سلام يا إلهي اجعل لي به مما فاز نال الرضا في جنتك دخيلا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ عنكت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاد صلى الله عليه وسلم هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوفقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تدفي حملها بغلام من بركات وسعادتها الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بنر الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور
بعد تنكلي في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم، ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيم، صلى الله عليه، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. والقدرة كشف كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم لما تم الله على النعمة من خواص الأمة، أن ينظر عند ودئه أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود، صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، دلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته
السجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا
مثل حسني لما رأينا في العراقين عشاني يا نبي سلام عليك يا حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عفو يا مرحبا.
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخذولا مجحولا مقطوع السرة، تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستألف فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ما ألبست ورجعت فلن أنشب أنشأ غشيني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عندنا مغلا، وأن عين عنايتي في كل حين درعا، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم عسل الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الدرك والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، ولعو العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنادي صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله
أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا إلى بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود وافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقير كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين أب العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بأشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أضماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا بمن نشر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره و
وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسلام في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا what?
صلى